جولة على المشهد السياسي والزميلة رواند أبو درغم. مساء الخير رواند. مساء الخير لارا. شو عنا اليوم؟ غير الباسكت هلا متاخدة بالباسكت عنا بالرئاسة ما في شيء جديد في دعوة الحوار اللي أطلقها اليوم البطريرك الراعي أو لمح لإلها، ولكن ما رح تأدي إلى نتيجة. دعوة بايدن لوقف إطلاق النار هي رح تأدي لنتيجة أكثر، ولكن بانتظار شو رح يصير هلا بالأيام. احنا بانتظار كمان الرياضة حكمة. تفضل. في الاستحقاق الرئاسي لا جديد طرأ على الملف، وتدور النقاشات في حلقة مفرغة ومن ضمنها الحديث عن الحوار المستجد في المشهد السياسي الداخلي. هو دعوة البطريرك الماروني ماربشارة بطرس الراعي إلى الحوار الوطني بعيدا من المصالح الطائفية والفئوية، ولكن تقول مصادر سياسية رفيعة للجديد إن كل هذه الدعوات لن تغير في الواقع السياسي المغلق ولن تؤدي إلى نتائج رئاسية ملموسة، وخصوصا أنها تعيدنا سنة إلى الوراء وتحديدا إلى جلسة 14 من حزيران التي دعا بعدها الرئيس نبيه بري إلى حوار وطني لمدة أقصاها أسبوع تعقد بعدها جلسات متتالية. أما حراك الحزب التقدمي الاشتراكي باتجاه الكتل النيابية فعلى الرغم من أهميته إلا أنه من غير المتوقع أن ينتج تبدلات في مواقف الكتل النيابية، وسيكون مصيرها كمسعى المبعوث الفرنسي الخاص جان إيف لودريون. لذلك بات الاستحقاق الرئاسي مربوطا بالتسوية الإقليمية الكبرى على الرغم من تأكيدات حزب الله أنه مستعد للانتخاب وداعم للحوار برئاسة بري لبسط التوافق الرئاسي. أما حدوديا فكلام الرئيس الأمريكي جو بايدن عن العمل على وقف إطلاق النار في غزة مدعوما من الأوروبيين والعرب قرأته مصادر الثنائي الشيعي بإيجابية، إذ إن مصادره تشير إلى ثبات الرئيس بري على قواعده وفي مفاوضاته بأن الكلام عن الحدود الجنوبية يبدأ فور وقف إطلاق النار في غزة، وهذا سينعكس فورا على وقف جبهة المساندة الجنوبية وبدء المفاوضات الإيجابية مع المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين. إلا أن مصادر الجديد تؤكد أن هوكشتاين ما يزال غائبا ولم يحدد موعدا لزيارة لبنان حتى اللحظة، وهذا ما يدل على أن قرب التسوية ما يزال كلاما ولم يلامس الواقع. رئيس المجلس النيابي نبيه بري أشار إلى أن أجواء اللقاء بينه وبين لودريون كانت إيجابية، وأعاد التأكيد عبر الجمهورية أن طريق الحل الرئاسي معروف وهو محدد في المبادرة التي أطلقها لجمع الأطراف على طاولة حوار أو نقاش أو أي مرادف لهما للتوافق على مرشح أو مرشحين لفترة سقفها أسبوع، ويمكن أن نتوافق في يوم واحد، ومن ثم يجري النزول إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية في جلسات بدورات متتالية. ولفت بري إلى أن الدعوة إلى اجتماع الأطراف يمكن أن تحصل اليوم قبل الغد إذا ما لاحظ قبولا منها، وخصوصا أن لا طريق لحسم الأزمة الرئاسية سوى بالجلوس على طاولة التوافق. خلاف جوهري ما زال يمنع وصول المشاورات المسيحية خلف كواليس الصرح البطريركي إلى خواتيم إيجابية وصدور وثيقة بكركي مع مطلع حزيران كما كان متداولا. وعلمت الجديد أن البند الخلافي هو المتعلق بنزع السلاح غير الشرعي والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والخروج بصيغة واضحة حول الاستراتيجية الدفاعية للدولة مقابل الحرب على غزة والجنوب اللبناني. وتفيد المصادر بأن الأمور لا تنتهي مع الوصول إلى قواسم مشتركة داخل اللجنة، فالورقة سترفع إلى مجلس المطارنة الموارنة قبل التوجه إلى مختلف المرجعيات الروحية والسياسية من الطوائف كافة لعرضها على الجميع، مع الإشارة إلى أن البندين الأساسيين غير القابلين للتعديل في الورقة هما اعتماد مبدأ الحياد عن الصراعات المحيطة في المنطقة والذهاب نحو اللامركزية الموسعة. النائب سيمون أبي رميا أشار عبر برنامج هنا بيروت إلى أن قوى المعارضة اقتنعت بمبدأ الحوار باستثناء القوات، ولودريون غادر بجو اعتبره إيجابيا. بصيغة الطائف ومن وقت ما صار عندنا الدستور الجديد كل الانتخابات كانت عم بتصير بعد ما يكون في توافق ما
توصلت له القوى السياسيه باكثريتها لانتخاب الرئيس. اللي عم بقول اليوم غبطه البطرك بصب كمان بهذا الاتجاه، لكن اكيد الشيء الجديد هو الدعوه الى الحوار. كلام غبطه البطرك اجى خاصه بعد زياره وزير الخارجيه السابق جان ييف لودريان، يلي خلال هذه الجوله صار في نوعا ما اذا بدي موافقه مبدئيه من قبل قوى معارضه كانت لمبدا الحوار. واضح انه الممر الالزامي للوصول الى انتخاب رئيس باستحقاق مفصلي مثل رئيس جمهوريه، الحوار هو اساس. راح من هون الوزير لودريان بجوين اذا بدك هو بيعتبر انه يعتبروا ايجابيين. اول جو هو قبول اكثريه القوى السياسيه بمبدا النقاش والمشاورات بين بعضها، وبيعتبر انه هون على المعارضه عملت خطوه، ما يسمى بقوى المعارضه عملت خطوه ايجابيه بعد ما كانت رافضه هذا المبدا سابقا، باستثناء الهوات يلي يبدو انه بعدهم مصرين على رفض هذا الموضوع. ثانيا انه اخذ كلمه من حزب الله انه هنا ليس هناك اي رابط بين الانتخابات الرئاسيه اللبنانيه والحرب القائمه بغزه. أكد النائب جيمي جبور أن التيار الوطني الحر مع المبدأ الحوار، لكنه ليس شرطا أساسيا لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، داعيا من برنامج الحدث الرئيس بري إلى فتح المجلس وتدوير الزوايا. يعني نحن كمان ما فينا اليوم بتعالي معين نتيجة قوة معينة نتعالى على الداخل. عم تلطش حزب الله طبعا يعني. طبعا يعني هيدا انا مش عم بلطش، انا عم بحكي بالمباشر. مش تلطيش هذا. نحن اليوم هيدا الشيء ما ممكن ينعكس على الداخل، نحن ما بنقبل. وين شفتوا تعالي؟ وين تم التعامل معكم بتعالي وباستثمار القوة؟ هذا بلش. لا مش بس بعدها هلا عم تقول يعني ايه خليني اقول لك يعني. بلش اليوم لما بنسمي للقوى المسيحية رئيس الجمهورية وبنتمسك بهذه التسمية وما بنحيد عنها ولا بنحكي بهذا الموضوع، مع العلم انه كلياتنا بنعرف انه هذا الامر يتطلب توافق داخلي بحده الادنى بثلثين المجلس النيابي، هذا بلش بالتعالي هون. الصحفي توني بولوس اعتبر أن الحوار هو مجرد مطية لن يوصل إلى رئيس، والحل هو في تقصير ولاية المجلس. برأيي ما في، الحوار هو مجرد مطية عم بيطرحوه، مش هيوصل لمطرح. كل هذا المجلس النيابي في توازن سلبي بالقوى، ما حدا رح يقدر يوصل مرشحه بالشكل الحالي، لأنه الطرفين عنده إمكانية تعطيل. وبالتالي اما مخرج اللي عم تحطوا الخماسيه يعني تعالوا نحكي باسم ثالث بيكون وفق المواصفات اللي حطوها بالدوحه، او حيستمر الفراغ ويمكن نوصل لمجلس نيابي 2026 ما انتخب رئيس للجمهوريه ونروح على انتخابات هي تحسم الموقف. وبرايي ما انه غلط هذا الموضوع، بس بدل ما تكون 2026 قصروها اذا سمحت الامور تنعمل قبل، وخلي القوى يعني القوى السياسيه ونتيجه الانتخابات تحكم. حكوميا، وزير المهجرين عصام شرف الدين للجديد أبلغت الوزير بوشيكيان بأنه إذا لم يتم تسيير قوافل النازحين خلال 10 أيام سأعتكف. أنا بلغت معالي الوزير بوشيكيان إذا ما بدها تمشي القوافل خلال 10 أيام أنا رح انسحب، ما في استقيل، ممنوع الاستقالة من حكومة تصريف الأعمال. نعم، ولكن هي اعتكف وسلموا الملف ويكفوا هني والوزراء المعنيين. عادة بتكون 2000، يتبين انه مش طالع من اللوائح الا 10%. مين السبب؟ يعني هذه اللوائح اذا كانت 2000 ليش صارت 200؟ مين عادة بيسلم اللوائح؟ مين مسؤول عن هذا الامر؟ لانه ما تسلم الا 10% منها، ونحن مش عارفين بهذا التدبير، وورا هذا التدبير انا اتهمت نافذين بالحكومه. لانه اللواء الياس بيسري عم بيشتغل 100% صح، ما اخل بشيء ابدا. مين يعني نافذين بالحكومه معليك؟ مين؟ يعني نافذين بالحكومه المعنيين بملف تسليم اللوائح اللي هن مين في وزير ورئيس الوزراء. نعم، بحكيها عالمية، وانا حكيت هالكلام داخل مجلس الوزراء. يا دولة الرئيس
في املاءات على الامن العام اللبناني ما يسلموا لوائح، وهذه انا ما بحملها. واذا بدنا نكفي هيك يعني ما له شيء، رح تكون عواقبها وخيمه. ومع هذا الخبر نصل إلى ختام فقرات المشهد السياسي، لا رعودة لك. شكرا لك روان. مع بداية المشهد السياسي كنا بآخر ثواني من ماتش رياضة حكمة، صار فيك تقولي لي مبروك ربحت الرياضة. منيح اللي ربحت لأن طوشتيني، رياضية كبيرة. هارد لك للحكمة. شكرا لك روان.